قعد 3 أيام هو مضرب عن الطعام، ومبارح أول مبارح أجت الدكتورة فحصته على أساس أنهم يتأكدوا أنه صحيح مضرب ولا مش مضرب، فنزلوه على الزلازل وتأكدوا 100% أنه مضرب عن الطعام، رفضا للحكم الإداري اللي حكموا يا تعسفه. الشاب هذا ملوش زمان طلع من السجن، ب24/8 طلع الـ2020، وردوا مسكوه ب30/11/2020. المفروض فيهم حكموه 4.5 أشهر، فالمفروض فيه انه يطلع ب30/3، لانه بكيمو من 15 يوم بظل 30/3 وكنا محضرين حالنا بدنا نروح نلاقيه بدنا نروح نجيبه، ولا هو بتصل علينا بقول لا تيجوا ولا عبالكم حكموني اداري 4 أشهر اخرى.